يا اهلا وسهلا بكل الناس اللي انضمت لمتابعه حلقه اليوم من برنامج صباحات سودانيه، واكيد بنجد الترحاب بالناس اللي بتسمعنا عبر اذاعه سودانيه 24 على التردد 93.6، وتحيه اكثر خصوصيه ومحبه لمتابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ملف الليله هو فيه رسائل مختلفه شديد، رسائل لكل النساء وكل الفتيات اللي بيسمعونا وبتابعونا، على اساس انهم ممكن يستندوا على ملامح كثيره من حياه انسانه ادت السودان، كانت رائده وكانت بتبحث وتشتغل وبتجتهد عشان ما تعمل تغيير ايجابي، وكان واضح جدا وسط المجتمعات اللي هي كانت عايشه فيها، كانت مناضله، كانت صاحبه قرار، كانت عايشه جدا بطريقه مختلفه وكمان متميزه. مساحه الليله دي عشان احنا نقدر نعرف اكثر عن استاذه زينب بدر الدين في الذكرى السنويه الاولى لها، وسعيدين جدا نتكلم عن الموضوع ده اكثر. وزي ما قلت هي رسائل ايجابيه مجتمعيه لكل الناس اللي بتتابعنا، يا ريت تتابع معنا الفقره دي. استاذه تهاني عباس علي، سكرتيره مبادره لا لقهر النساء، اهلا وسهلا بك. اهلا بك، صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي ومستمعي إذاعة وتلفزيون سودانية 24. أهلا وسهلا وصباحك نور. إحنا لم نتكلم عن الذكرى السنوية لرحيل الأستاذة زينب بدر الدين، لكن نقف أول ونتكلم ونذكر كمان الناس مرة تانية عن مبادرة لا لقهر النساء. مبادرة لا لقهر النساء هي مبادرة أنشئت في العام 2009 على أيد ناشطات وناشطين سودانيين لمناهضة قانون النظام العام سيء الذكر، وأستاذة زينب بدر الدين ونحن في رحاب الليلة هي برضو من المؤسسات لمبادرة لا لقهر النساء، وحملت رايتها حتى رحيل الفاجع. الحمد لله، ألف رحمة ونور تنزل على. طبعا عايزين نقف أكثر وتعرف عن يعني كسيرة ذاتية وأهم الملامح اللي كانت في حياتها. أستاذة زينب بدر الدين هي قائدة ورائدة نسوية وسياسية حقيقية، ولدت في يعني سبحان الله في شهرنا شهر المرأة اللي هي تولدت يوم 9 مارس 1956 بأمدرمان. نشأت وتعلمت مراحل تعليمها كانت بين بخت الرضا محل عمل الوالد المعلم أستاذ بدر الدين محمد، ربنا يمتعه بالصحة والسلامة، وفي أم درمان بكلية المعلمات، وبعدها تلقت تعليمها بجامعة القاهرة في الفرع الخرطوم اللي هني لين حاليا، زمان كان الفرع. وزينب تخرجت ومارست طوال مسألة التدريس في مدرسة الكلاكلة القبة، دي كان أول مدرسة الكلاكلة القبة بنات الثانوية بنات، ودرست فيها لحد العام لحد ما اتفصلت منها في سنة 90 بواسطة حكومة المخلوع البشير. طب يعني احنا هنتكلم طبعا من 90 وحتى الان، ويا ريت لو وقفنا اكثر على الجانب الخاص بالنضال، النضال ده هو ما غريب عن المراه، ونقول المراه برضه بكون خاصه المراه السودانيه، لكن لو تكلمنا عن الزمن اللي فات ده ما كان في تضييق مبالغ فيه، لكن فكره انك انت تحاول تبحث نحو التغيير وانك انت تواجه مجموعه من الضغوطات ودافع، يمكن كان وضع خانق جدا، يمكن الان شويه في مساحات حقت حريه الواحد قادر يعبر فيها وقادر يمارس نضاله بصوره كويسه، فنقف اكثر على الجانب ده. زينب أستاذة زينب بدر الدين سيرتها بتحكي يعني بتشبهنا، بتشبه المرأة السودانية بشكل يعني أنا ما لقيت زيه. يعني أنا اشتغلت مع زينب كثير، يعني مرة أنا رئيستها ومرة هي رئيستي في كثير من اللجان زي ما أشرت يا تسميم، لأنه في السنين الصعبة، يعني سنين صعبة زينب قبلنا وقبل ما تولد زينب كانت من الثانويات هي في نضال المستميت، انضمت باكرا للاتحاد النسائي وبعدها انضمت للجبهه الديمقراطيه للطلاب السودان للجبهه الديمقراطيه للطلاب الثانويات، يعني ناضلت من بدري. فنحن لما جينا يعني اشتقلنا مع زينب لقينا حقيقه في تله، يعني في تله او في قبه من النضال ومن النضال السوداني، يعني اللي بيشبه يعني بيشبهنا حقيقة، يعني تلقى فيه روحك. ونحن يعني أنا شابة جاية من الريف، يعني أنا طالبة، يعني كنت بعرف زينب بدر الدين كان أختي الأصغر
بتدرس في جامعة الخرطوم وتفصلوا في نفس الوقت هي والأستاذة المحامية ولا صلاح الآن اللي هي بنت زينب بدر الدين. فأختي كان بيقروا مع ولاء في نفس الجامعة جامعة الخرطوم وتفصلوا سوا. وجينا بأنه يعني طالبة وتفصلت يا ربي حنمشي وين وحنقول شنو، فلقينا يعني جبل من الصمود ومن الصدق. فأنا لو ححكي عن زينب في نضالة ححكي عن الاتساق والجسارة والبسالة والشجاعة والصدق يعني في الانتماء للسودان. يعني زينب بتحب السودان بصورة يعني هو بتشابه فيها كل السودان لكن بصورة متفردة، وتيحت لها آلاف المرات أيام التضييق والخناق إنها تطلع. لكن زينب كانت يعني ما بتشوف مسألة إنه تطلع دي ما في أصلاً. فيعني من يعني في كثير من الحاجات اللي أنا ممكن أحكيها عن نضال زينب لو هسه أو لو في أثناء اللقاء أكيد حنجي ونقف عليها أيوة أكثر، ويريد تكون كم الرسائل لكل الناس اللي هي بتابعنا. لكن أستاذة هاني يعني نضال المرأة ده هو الأكثر تأثيراً والأكثر وضوحاً، حتى إنه يعني مفعوله بيكون ظاهر لو ملينا ممكن يكون ظاهر بكرة، خصوصاً هي مرأة قادرة تجيب قادرة تعبر عن بصوتها وكل التفاصيل دي. فكده نتكلم ونشوف جانب ده ليه هي يعني تأثيرها ده بيكون أكبر من غيرها. زينب مميزة مميزة جداً في طريقة رسالتها. زينب ما منفصلة من المجتمع أبداً، يعني حتى أن إحنا إذا جينا بالثقافات مختلفة، أنا من الريف، أنا من البطانة ما من الخرطوم، فأنا لقيت إنه زينب من أم درمان يعني الرسالة، طريقة توصيل رسالتها، طريقة كلامها هي الأقرب لي. لقيت روحي يعني طوالي مع زينب. فزينب بتحترم كل الناس بمختلف ثقافات ومعمارهم. يعني أنت أصغر مني لكن أنت ممكن تحس زينب صديقتك أكثر مني. فالحاجة دي عند زينب بدت لكل الناس اللي حوالينا، كل زول فينا بحس إنه السر حقه عند زينب. يعني ممكن بمختلف عمرك بمختلف ثقافتك بمختلف يعني الحركة النسوية ما فيها تباينات كثيرة وفيها اختلافات وفيها يعني مشاكل وتعقيدات كثيرة، يعني فيها يعني مرات ما بنقدر ندير خلافاتنا بشكل كويس. فزينب كانت الأقرب لكله الناس، هي شجاعة جدا بتقول الكلام بوضوح. فرسالتها قدرت يعني أثر خالد، يعني أثر زينب يعني باقي وطيب. يعني زينب طيبة الجناب، يعني لما تكوني جنبها بتحسي بأمان. حتى في 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 المظاهرات اللي كان يعني ما عندها علاقة بديسمبر اللي هو ما عنده علاقة سوري بالثورة الأخيرة، لكن احنا زينب بدت بدري خالص. يعني فنحن لما نشوف زينب كان بنحس فعليا بثبات، بنحس بأمان، بنحس بأنه نحن قادرين. يعني بعد ذاك يعني احتغلنا معاها في مضابط الشرطة كده، لكن زينب كان تلقت يعني الضربات الكثيرة الموجعة سواء كان في أولادها محمد وبدر الدين ولا أو فيها هي ذاتها. يعني تعرضت للاحتغالات يعني كثير جدا، وأستاذ صلاح برضو زوجها. فزينب كانت يعني كل مرة بتطلع أقوى وكل مرة رسالتها بتستمر. فهي زينب ركزت نضالها ده كله من أجل إنه النساء في السودان بمختلف مشارب يكونوا على 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 يعني 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 على أرض متساوية في حقوق. لكن كمان هي غدرت اختلافات النساء ديل. يعني زينب ما كان بتنتزع زول من جذوره، يعني بتقبلك بوضعك وبتشتغل معاك. فعشان كده كان رسالتها واصلة للناس ورسالتها باغية، ويعني زي ما قلت لك مرنة يعني قوية لدرجة ما يعني لدرجة يعني درجة المهابة، لكن لينة وطيبة للناس. فعشان كده كانت زينب فعلا هي المربية. يمكن طبيعة عملها أستاذة وكده خلاها هي تقدر توصل رسالات ورسالتها للناس. ولحد نحن هسه قعدتنا دي انا ممتنه فيها لزينب، يعني تعلمنا منها ويعني وفرت لنا لحد ما النظام ده اتقلع، كان يعني ظهر شال من كثير لحد ما نحن وصلنا المرحله الاساسيه بنقعد وبنحكي عنها. يعني صح فرح منور تنزل على رب العالمين. طب يعني في فعاليات هتقام كم يعني مناسبة الخاصة بذكرى السنوية، شنو تعني من الحال انتم مفكرين تعملوها؟ نحن في اللجنة القومية لتخليد ذكرى زينب بدر الدين أو للاحتفاء بحياتها، نحن في مبادرة لا لقهر النساء، زينب عضو اللجنة التنفيذية في المبادرة.
كانت لحد ما يعني خطف مننا الموت. فزينب في المبادرة ولجنة المعلمين والنقابة وأعضاء من الأحزاب السياسية ومناضلات وناشطين وناشطين والأجسام المطلبية كلهم في لجنة قومية مشكلة من كثير من أطياف المجتمع السوداني والاتحاد النسائي وكلهم. ففي ذكرى حتقام حتبدأ الخميس بإذن الله القادم، ودي دعوة لكل الناس اللي بيعرفوا زينب والما بيعرفوها إنه نقول لها شكرا لحياة حافلة. حنبدأ بتأهيل صيانة وتأهيل مدرسة الكلاكلة القبة الثانوية بنات اللي هي لرمزيتها بالنسبة لزينب ولينا، إنه أول مدرسة درست فيها زينب والمدرسة اللي اتفصلت منها. بس كنت عايزة أسألك إنه علاقة أم درمان بالكلاكلة فأوكي. زينب درست في المدرسة دي أول حياة، انتقلت مع زوجها أستاذ صلاح ربنا يديه الصحة والسلامة للكلاكلة القبة، ودرست هناك وفي المدرسة دي. وفي سنة 90 كان جل الجنرال يوسف عبد الفتاح كان وزير وقتها، فزينب من المعلمات اللي رفضت تستقبله يعني رفضت تطلع، فكان الجزاء طوالي وحيلت للصالح العام في بواكير حياتها، يعني في بواكير حياتها العملية وحيلت للصالح العام سنة 90 طوالي. فالمدرسة دي درست فيها واتفصلت منها، فليها رمزية كبيرة بالنسبة لنا نحن كمحبي زينب وكناس اشتغلنا مع زينب وهي معلمتنا. وحيمتد يوم الجمعة طوالي، حيكون في الكلاكلة برضو، لكن حيصاحبه يوم صحي برضو تخليد لروحها وللبيئة برضو في الكلاكلة. ويوم السبت حينتقل البرنامج لمركز أم درمان الثقافي، دي دعوة أنا بقدمها لسودانية 24 لتسميم بشكل مباشر لكل التيم ولكل الغناء، إنه بنقدم لكم الدعوة في أم درمان. حيشتمل البرنامج على فيلم تدشين كتاب باسمها، حيحمل سيرتها ونضالاتها بشكل يعني نقدر يعني ولو بسيط. وحيكون فيه الفعاليات الثانية شعر غناء كلمات من المشاركين في اللجنة القومية، فدي دعوة لكل الناس. الله يقويكم، الله يقويكم سيادة هاني، إن شاء الله رب موفقين. طب بس هنذكر مرة ثانية عن الزمان والمكان، ثلاثة أيام إن شاء الله، الخميس الجمعة والسبت. فالخميس زي ما أنت ذكرت في الكلاكلة، لكن وين في الكلاكلة؟ في مدرسة الكلاكلة القبة الثانوية مدرسة بنات، الكلاكلة القبة الثانوية بنات من الصباح. أي من الصباح. وكمان الجمعة في نفس ثاني يوم اللي هو يوم صحي بالضبط. وآخر حاجة إن شاء الله يوم السبت في المساء من 4 أو 5 مساء يعني. إن شاء الله إن شاء الله الناس تكون كلها حضور. طب إحنا بس عايزين يعني ذكرنا بمواعيد الاحتفالية، لكن عايزين نقف أكثر ونستند على حياتها وعلى جزء كبير من ملامحها ممكن تنفع الآن السيدات والنساء اللي بيعملوا في الجانب الخاص بالحركة النسوية. تذكرتي منهج كامل، منهج بيخليك أنك أنت كيف تتعامل حتى مع حقوقنا وقضايانا، وأن أنا ألجأ من غير ما أخاف ومن غير ما أحس ممكن يكون زوج شكله غريب عني أو ما يقدر يوصل لي المعلومة بصورة كويسة. ده على عكس اللي كان بتعمله يعني فقيدة في 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 حياتها. فتعالي ندي الناس كمنهج أو كرسائل أخيرة نختم بها حوارنا ده لكل الناس هي بتعمل في مجال الحركة النسوية في القضايا الخاصة بالمرأة، وأن هي دائما بتنادي باسم المرأة. صحيح. الأستاذة زينب يعني كنا تعلمنا منها إننا نحن بنستدعي معانا المجتمع يساعدنا في قضايانا، فده اللي تعلمناه منها. زينب يعني كانت أكثرنا شجاعة، كانت قوية، كانت صادقة، زينب مستسقة جدا. يعني أنا بتذكر في مرة كان في يعني 2012 كان عندنا السجينات دكتورة مريم الصادقة المهدي وأستاذة سامية الكبير من المؤتمر السوداني مسجونات في سجن النساء أم درمان. فأنا بتذكر يعني وأنا يعني 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 مرات كثير بقول والله يا زينب أنا تاني ما حمشي معاكي، يعني الطبيعي كان بين الدسة والمسائل ديك، يعني كانت النظام في سطوته يعني. فكان عندنا الموكب في أم درمان السجن، النساء كلنا ماشيين اسم موكب المحتغلات. فجينا ماشيين بمدرسة أحمد بشير العبادي جنب كلية التربية، أنا وهي ماشيين بالراحة كده لابسين ثياب عادية نظام نحن نسوان الحلة وكده. فزينب كان في عربات الأمن وقتها البكاس العادية كده،
فقام زينب سألتهم بطريقة، زينب كانت مرحة جدا في عز الحاجة القاسية، زينب بتطفي جو بخليك مطمئن. فقامت قالت لهم يا أولاد مواصلة الجرافة بي هنا، فرد عليها واحد من شباب العربية الأمن اللي بيحتقلوا الناس، قام قال لها الجرافة بي هنا، لكن احنا عارفين انكم يعني سواء قهر النساء، عارفين انكم انتوا قهر النساء. تقدمنا خطوة، زينب جات وراجعة قالت لي لا نحن ما قهر النساء، نحن لا لقهر النساء. فأنا زعلت يا زينب مالك وماله يا عسي لو شاننا، قالت لي لا 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 أنا ما بخلي روحي أتساءل جوا إنه هو قال لي قهر النساء وأنا رضيت لروحي، نحن ما قهر النساء يا تهاني، نحن لا لقهر النساء. فقالت لي بعد ذلك لو سجلنا سجلنا، لو خلانا خلانا، بالفعل خلانا. فدي حاجة صغيرة جدا من اتساق زينب مع روحها هي قبل الناس. فزينب كانت جميلة يعني، كانت مهتمة جدا بجمالها يعني، كانت يعني أنا بكتب البيانات الحاجات مرات، فبتقوم بيقول لي يا تهاني يا بنتي أنت بتكتبي في البيان يعني اهتمي لنا بروحك بشكلك. فكانت كده يعني، كانت زينب يعني ما بتخفى الجانب من الحياة، ما بتحتفي به، كانت جميلة، كانت مهتمة بمظهرها يعني أنا أكاد أجزم إنه ما لقيت زينب يعني يدينا ما فيها حنة، ما يعني ما لقيت يعني، كانت معتدة بثقافة السودانية بجزورة بكذا. فأنا دائما بشوف رسالة زينب الأقرب للمجتمع ده إذا جيتك في النقطة المفروض نقولها. فزينب كانت بتنادي بحاجاتها بطريقة واضحة جدا، لكن كانت بتشيل معها المجتمع، أصلا ما حسيت إنه زينب منبتة من المجتمع، عشان كده بتلقي كل الناس ملتفة حول زينب وحول دعوتها. حتى في مبادرة لا لقهر النساء، يعني مبادرة لا لقهر النساء زي ما قلت لك هي كان لمناهضة قانون النظام العام، لكن مشينا بعد ذاك في كل الحاجات اللي من شانها هنا تنتهك حقوق الإنسان بصورة عامة، ومشاركين في الثورة من أوائل الناس اللي استقلنا في الحرية والتغيير ووقعنا وكذا. فزينب كانت في لا لقهر النساء مختلفة الناس ومختلفة المزاجات، مختلفة التنظيمات إذا كان سياسية أو نحن ما عندنا تنظيمات سياسية، لكن في تنظيمات سياسية وفكر، فكل زول بتلقيه بيشتغل لتنظيمه. لكن زينب كانت يعني مركزة في المرأة وفي حقوق المرأة بشكل أساسي، ورسالتها بتصل ومكان محل احترام لكل زول بيشوف زينب يعني. يعني زينب كانت يعني لكل الناس، يعني لكل الناس المختلفة، فشان كده يعني وجهت رسالتها بصورة سليمة واستجاب لها المجتمع بشكل أسلم وبشكل أسرع. فحقيقي أثر زينب خالد فينا، ونحن هسي بنقول لها شكرا، بنحتفي بها، نحن ما بنأبنا ولا غيره، لكن نحن بنحتفي بحياة زينب وبنقول لها شكرا. ونحن يعني قدر ما نقدر بنقدر نمشي في السكة دي مع أسرتها، مع ولاء ومع محمد ومع أستاذ صلاح ومع بدر الدين ومع كل الناس، ومع مبادرة لا لقهر النساء، الاتحاد النسائي، الحزب الشيوعي، مع كل طياف المجتمع السوداني اللي اشتغلت فيه زينب، مع المعلمين والمعلمات. فنحن بنقول لها شكرا من البرنامج. شكرا، شكرا جزيلا لك والاحتفال. الله يسعدك، شكرا جزيلا. استاذ هاني عباس اكيد كنت معنا في حديث حول الذكرى السنويه لرحيل الاستاذه زينب بدر الدين الفرح منور تنزل، شكرا جزيلا لك. الله يسعدك يا رب. شكرا.